القاهرة تقدم النيل مسؤوليتنا، دفتر أحوال نهر النيل. من زمان كان المصري واعي نهره، كان عارف انه هو شريان الحياة، علشان كده كان عارف ازاي يتعامل معاه. المصري اللي هو جد وجدك قدم للدنيا اول حضارة في الوجود، قامت على ضفتي النهر الخالد نهر النيل. احنا كمان هنكون زيهم، نحافظ على نيلنا ونصنع معاه مجدنا، وهنعلم ولادنا ازاي يحافظوا على النيل ويعيشوا في خيره. مصر مش بس هبة النيل، مصر هي أرض الخير. دكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري. تلقى الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من أجهزة الوزارة حول تقدم سير أعمال الحماية في نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة فيما يخص التعامل مع آثار الأمطار التي يطلت على المحافظتين والإجراءات الاحترازية تحسباً لسقوط أمطار أخرى، وما أثمرت عنه جهود حماية وتدعيم المصارف والترع الزراعية والأعمال الصناعية عليها وتشغيل المحطات، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الأرصاد الجوية تحسباً لنوة المكنسة خلال الأسبوع الحالي، والتي سيبدأ معها موسم سقوط الأمطار بعدد من المحافظات. كما أصدر الدكتور مغازي توجيهاته باستمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظات والأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها، وتشكيل فرق عمل ليلا ونهارا لمراقبة جسور الترع والمصارف وتشغيل المحطات. النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا كلنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتي، النيل مسؤوليتك انت شخصيا فحافظ عليه، النيل مسؤوليتكم، نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه، نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه، نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه، وحنبلغ عن أي تعدي عليه. تحيا مصر ويحيا نيل مصر، تحيا مصر ويحيا نيلها، تحيا مصر ويحيا نيل مصر، 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 نيلنا هنحميه وحنحافظ عليه. ويتجدد اللقاء مع دفتر أحوال نهر النيل مع تحيات مروة خير الله وأيمن فتيحة.